شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها السابعة، وحضر حفل الختام الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة أحمد عبد الله الشيخ مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة السعيد الطاير رئيس مجلس إدارة ميدان، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة هلال المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل الحفل بتوزيع الجوائز على الأفراس والمهرات التي حققت نتائج مبهرة في بطولة فرنسا لعام 2009، كما كرم سموه الخيول الفائزة في بطولة دبي اليوم عن فئة الفحول الذي فاز فيها بالجائزة الذهبية الفحل اللهب من جمهورية ألمانيا. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب ختام الحفل بجولة تفقدية لمعرض مستلزمات الخيول المصاحب للبطولة، واطلع سموه على محتويات المعرض الذي يضم منتجات شعبية إماراتية وكافة احتياجات الخيل من غذاء ومعدات ركوب ومواد طبية علاجية ونماذج اسطبلات وغيرها من المعروضات ذات الصلة التي تمثل مصنوعات 85 شركة متخصصة من 22 دولة. سموه أبدى إعجابه بالبطولة التي شاركت فيها على مدى 3 أيام جياد عربية من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وألمانيا وفرنسا، وبلغت جوائزها المالية نحو 4 ملايين دولار أمريكي.